صوتنا علي تصميمهم ضربني على وجهي شبد موس قال لي نذبحك شكونه هذا؟ الوصلك محافظ الأسعد الأحمر شو هي رلص؟ عارفي أكيد مرزوق تقتل الهالك مرزوق عبادة رجل أم الجانية بنتي إيش بيها؟ قتلت رجل أمها 24 سنة قمر بنت مصطفى كمال النسر كي تضرب كان يباشر المثانة البولية ملوثة واحدة دايرة بيك ماركة تلبس الفين وصلت في قضيتك اللي قتلت رجل أمها خدم في مخها وانت طايح لها لو حالك الخراج يسكن معاكم رجل أمك يجي ساعات انت قتلت عفولي واحد سي نصر الدين الملياني قال سكر الملف كنا في نطيح والريزوم تاع السلاح على يمات جايني اليوم شاد جرج كرا فلوسه يصب في بعضه يلف الحراقة لو حالي ما فيه مصلحة لحتى حد عصا حية في زارة سي سخون انتي للعنكوش شق مواجه شق يتهملنا لنوصلوا لما لا يحمد عقباه اش تقصد لحرقوك شقف السلعة قمر زيارة لازمنا نقف معاه حضروا برنامج تلفزة ليه تحب تبدل الأمور أنت وحدك يفتقوك من بعضك يرميوك طعم الحوت من بالك لا يحرقوك حتى نركح لهم